سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا سبحانك يا لا إله إلا أنت. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج تجليات فقهية نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر الاتصال مباشرة بهواتف البرنامج والظاهرة أسفل الشاشة. وإلى حين ورود اتصالاتكم إلينا نقرأ عليكم بعض الرسائل التي وردتنا من المشاهدين الكرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد اخترنا منها بعض هذه الرسائل لأنها مناسبة لأن تذاع على البث المباشر. من هذه الرسائل رسالة من الأخ أحمد، يقول فيها، يقول أنا موظف وطبيعة دوامي أنه أنا مناوب في الدائرة، وعندنا مكان ننام بي، هذا مكان غرفة ننام بي، ويعني فيها مثلا سريرين أو سرير واحد. الوجبة اللي قبلي بهاي الغرفة أيضا ذولا يشربون خمر والعياذ بالله، وينامون بنفس الفراش اللي أنا أنام عليه، وما عندنا غير هذه الغرفة، شنو حكمها بهاي الحالة؟ هذا هو سؤال الأخ أحمد. طبعا يا أخ أحمد، هنا حتى ولو علمت أنهم يشربون الخمر، هي نفس الخمر إذا وجدت مثلا آثارها على الفراش، مثلا كان يكون إلها فد لون معين، أو إلها رائحة معينة، أو إلها مثلا طعم معين، تقدر أنت تكتشف أنه هذا الفراش قد تلوث بهذه النجاسة، حين ذاك تجتنب هذا الفراش لأنه نجس، ولربما بالرطوبة أو لما تعرق أنت تنتقل النجاسة من هذا المكان إلى جسمك أو ثيابك، هذا إذا أنت علمت بالنجاسة. أما إذا لا، مجرد شك وماكو عندك فالدليل قرينة غيرها على أنه هذا الموجود على الفراش هو عبارة عن نجاسة الخمر أو خمر مثلا أو أي نجاسة أخرى، حينئذ إذا ما كنت تعلم، حينئذ هذا المكان أو هذا الفراش يعد بالنسبة لك أنت طاهر ولا شيء عليك، ويمكن استعماله والنوم عليه. عندنا فاضل من البصرة اتصال، تفضل أخ فاضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل أخ فاضل. تفضل أخ فاضل. سيدنا أنا متصل بالحشيد. نعم، شنو؟ أنا متصل بالحشيد، متنقل يعني، ما ثابت مكان واحد. أنت بالحشد وما ثابت بمكان واحد، نعم، كمل سؤالك. يوم يوم بغداد، يوم بالنافرية، يوم بالعمارة، يوم بالنوب، بلي. يا أخ فاضل، حاول خلي كلامك وياي عبر الهاتف فقط، اترك التلفزيون. نعم، تفضل. إذا
مرات يعني بالدوام سم توصلاتي. زين، فقط بس أريد أسألك كم سؤال حتى أقدر أجاوبك. هنا أنت كم سفرة إلك مثلا في الشهر الواحد؟ تتجاوز 10 مرات؟ لا يعني أنا أقول لك بدون الشهر تتجاوز 10 مرات، الشهر مرتين ثلاثة أربعة يعني. لا المقصود يعني الروحة من بيتك إلى مكان عملك وبعدين من مكان عملك إلى غير مكان، كم مرة هذه بالشهر الواحد؟ يعني مرتين ثلاثة. هي الحركة، الحركة المقصود بها. اي مرتين ثلاثة، يعني انا اقصد دوامنا 15 يوم ب 15 يوم، يعني 15 يوم مقيم بالدوام. 15 يوم ب 15 يوم، هذا هو المقصود. هذا اللي انا ردت افتهم من عندك، انا هذا ردت افتهمه من عندك. 15 يوم في 15 يوم، وانت في محل عملك مو مقر، وانما تتحرك وين ما يأمروك تروح تروح، مو ثابت بمكانك. رحم الله والديك. وش قد صار لك بهذا العمل؟ كم سنة؟ والله تقريبا صار لي حوالي بال4 سنوات. بال4 سنوات. إذا أنت بهاي المعطيات اللي ذكرتها إلي، أنت كثير السفر، وصلاتك وصيامك وين ما كان تمام، كثير السفر وصلاتك وصيامك في أي مكان تذهب إليه حتى لو خارج الدوام، في أي مكان تذهب إليه هذا يعتبر شنو؟ تمام. بلي بعد شغلة بس واحدة. تفضل أخ فاضل تفضل. مرات يعني بدأتي يعني نزل مجال يعني أروح الزيارة السربة للنجف من المقبرة بهاي حالة دون نفس الشيء. لا 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 هم تمام، نفس الشيء هم تمام، أيضا تمام، لأن وين ما كان من يكون حكمك كثير السفر في أي مكان تروح حتى لو خارج الدوام، حتى لو للزيارة، حتى لو لأي مكان آخر، أنت حكمك التمام. بلي الله يخليك يا أهلا وسهلا خدمتكم. أهلا وسهلا ومرحبا. بلي نكمل السؤال. الأخ أحمد ذكرنا السؤال، أخ أحمد اللي هو مسألة الفراش، اللي هو يقول فقط أنا أعلم بهم يشربون خمر، فإحنا ذكرنا له أنه إذا أنت وجدت النجاسة وعرفت يقينا أن هذه هي النجاسة، حينئذ لا يجوز لك استعمال هذا الفراش المتنجس لألا ينتقل إليك نجاستها. لكن إذا أنت ما متأكد وماكو قرينة، لا طعم لا رائحة لا لون، حينئذ تحكم بالطهارة وأنه هذا الفراش طاهر وتقدر تستعمله من دون أي بلي من دون أي إشكال. سؤال الأخ منير يقول هل المسلم يأكل ما ذبح وطبخ باسم غير الله؟ نجاوب على هذا السؤال بعد ما ناخذ هذا الاتصال من بغداد. آمال آمال من بغداد، أهلا وسهلا ومرحبا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا أنا عمري حاليا 60 سنة، من كنت شابة يعني كنت أصوم، ما كنت أقدر أصوم يعني صعوبة كلش يعني صعوبة علي الصوم. مثل حاليا أنا أحاول أعوض الأيام شلون، هسه ما أقدر طبعا نهائيا هسه ما أقدر شلون أحط الشرعية. يعني أنت بالنسبة لك قلتي أنت مطلوبة صوم، مطلوبة صوم أيام وما قضيتيهن، والآن والآن عمرك 60 سنة وما تقدرين نهائيا للصيام. نعم نعم. كم سنة هذا اللي المطلوبة؟ يعني حوالي 20 تقريبا. 20 سنة، يعني 20 شهر مال رمضان فائت. كل شهر من عدهن دفعين فدية، فدية وليست كفارة، انتبهي، فدية. الفدية 22.5 كيلو من الطعام. 22.5 كيلو. 22 كيلو ونص من الطعام. الطعام شنو هو؟
إما طحين الحنطة، طحين الشعير مثلا، خبزهما، تمور، زبيب، أو أي شيء آخر من ما يعد عرفا طعام. 22 كيلو ونص تطيها للفقراء عن كل شهر، فأنت ضربي 20 في 22 كيلو ونص، شوف ايش قد تطلع عندك الكمية، تقدرين تدفعيهن كلهن دفعة واحدة بها ونعمت. ما تقدرين، تقدرين انت مثلا هذا الشهر تطين، الشهر الثاني بعد شهرين، بعد 3 شهور، المهم لما يخلصن. واسمهن فدية وليست كفارة. بلي، اهلا وسهلا ومرحبا. محمد من واسط، تفضل اخ محمد. محمد من واسط تفضلوا. لا نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا ومرحبا، تفضل اخ محمد. سيد ابدي فد سؤال. نعم. رحم الله عليك. ابن علي ندي ذبيحة. نعم، شلون؟ ذبيحة يعني ودي ناذر. اي يصير يعطي فلوس مكانها مبلغ يعني قدر 150 مثلا. مالي انت ناذر ذبيحة، حتى نعم. في سبيل انا اضبط السؤال. نعم. ناذر ذبيحة يعني مو ناذر فلوس تنطي، ناذر ذبيحة. لا ما يصير، ما دام انت قلت علي نذر مثلا، يعني بحسب الصيغة الشرعية للنذر، انه قلت مثلا لله علي نذر ان اذبح ذبيحة، فاذا تريد توفي فلازم تكون تذبح ذبيحة. وضحت الان اخ محمد؟ نعم. سيد عبد السلام الثاني، تفضل. قاعد امشي بالشارع ولقيت 5000 بالمجاري بالمي هاي بالمطار. اها. وشريت الخمسة. بالي. يعني مطوفة بالمجاري. اي. بالمي. بالي. نعم. بس هذا السؤال عندك يعني؟ انه لقيتها. نعم. انه لقيتها فقط بالمجاري، بس هاي هي؟ لو تريد تضيف الشيء. يعني كان مطار. ها افتهمتك. نعم. يعني تريد تسأل عن هاي الخمسة شنو حكمها؟ نعم. أحسنت. أنت فقير أخ محمد، يعني حالتك المالية غني عندك فلوس هواي؟ لا. لو فقير حالك حال الوادم. لا يعني. ها؟ دبرين إيش أثنين؟ الحمد لله. الحمد لله شكرا. خلاص هاي الخمسة أخذها إلك. رحم الله والديك. والديك أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ محمد. يا أهلا وسهلا سيدنا، حفظك الله. رحم الله والديك. خدمتكم. بل من كركوك الأخ سراج. ألو. تفضل أخ سراج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا. الله يسلمك سيدنا. السؤال عندي. تفضل تفضل أخ سراج. أنا رجال عسكري. نعم. على مود الصيام هذاك اليوم انا صايم مال على مود الرجب. تمام. فجماعتي قالوا لي افطر، يعني ما يصير انت طالع يعني من بغداد رايح للدوام افطر. فهذا سؤالي. وثاني شيء صلاتي، يعني من اروح للدوام قصر لو الدوام اصلي. بس انا ردت اسالك كم سؤال حتى اعرف اميز انه انت حكمك القصر لو حكمك التمام. انت عسكري تروح من بيتكم للوحدة العسكرية، تثبت بالوحدة العسكرية قاعد لغاية ما تنزل، لو تتحرك. لا اتحرك شنو؟ من اروح للدوام سيدنا اظل هنا 15 يوم، اكيد اطلع واجبات بهذا ال 15 يوم. ها يعني تطلع واجبات تروح، وهاي الواجبات يعني ممكن انه مثلا تقطع مسافة 100 كيلو متر بوحدة من الواجبات مثلا، مو صحيح؟ زين ايش قد صار لك عسكري؟ ايش قد صار لك على هالحطة هاي؟ تروح من بيتكم الى الوحده العسكريه وتظل تتحرك، كم سنه صار لك بهال على هالمعنى هذا؟ ها؟ 20 سنه. عسكري صار لك 20 سنه. صحيح. جميل. وعلى هالحطه هذه دائما تروح من بيتكم الى وحدتك العسكريه وتتحركون. اخ سراج، انت عنوانك كثير السفر، يعني في صلاتك وفي صيامك تمام وين ما كان تروح، ببيتكم تروح للعسكرية، تروح بالواجب، تروح غير مكان، تروح سفرة البغداد مو بالعسكرية هيك مثلا، سفرة البغداد في أي مكان تروح، أنت حكمك هو
التمام سواء كان بالصيام أو بالصلاة. واضحة أخ سراج؟ رحم الله لك سيدنا الشرك الله يحفظك. أهلا وسهلا ومرحبا بك. بلي من ميسان الأخ مصطفى. أم مصطفى من ميسان تفضل. تفضلي. السلام عليكم. أهلا وسهلا ومرحبا تفضلي يا أم مصطفى. سيدنا الله يحفظك. العفو سؤالي سيدنا على نعم. بالنسبة للوضوء. بلي مرة جيت أتوضأ يعني على مكان إيدي ولقيت تيج يعني شلون فد مادة يعني لازقة علي، أنا عبالي أول مرة حباية حاولت يعني أطيحها مثل أزلخة ما طاحت، قلت هاي حباية خلي خاف أزلخة ويطلع دم عفتها. بس ثاني يوم نجي نتوضأ شوي ما هي تحركت طلعت يعني فد مادة هيك يعني نقول صبغ أو جرم غير مادة يعني، وأنا قبلها يوم صليت ومشيت يعني على هذا الوضوء. بالي يعني تبطل الصلاة لين هاي المادة عزلت مكان الوضوء لو صلاة عادية لو عيدها؟ لا احتياطا عيديها انت يا مصطفى، لان باعتبار هذه المادة انت ما كنت تدرين بها انه مادة خارجية، انت عسبان انت يعني عسبانش حباية اي انت كنت تظنين انه هاي حباية ما كنتي مثلا تعرفين انه هاي صبغ مثلا او غيره او غير شيء. بس احتياطا عيد الصلاة اللي صليتيها بهذا الوضوء. اي زين. سؤالنا الثاني. السؤال الثاني نعم. مرة اختي يعني يجي خلينا نقول شلون الخطوبة اجاها يعني نقول خلينا نقول ابن الحلال وهذا، هي ما كانت موافقة بالبداية. بس انا دخلت وما ادري شنو قنعتها على هذا، قالوا انه خوش ناس وخوش ولد من هذا الباب، فالمهم اقتنعت. وقبلت بهذا وصار زواج، بعدين اكتشفنا هذا يعني مثل ما يقول لا صلاة ولا هاي، فأنا أقول خاف اللي أنا كنت السبب اللي خليته قبلت بهذا الرجال. لا لا الإثم هذا الموضوع. لا لا أنت ما عليك شيء أبدا، ما بتخاف أنا. لا لا أبدا أبدا، يعني صحيح أنت عرفا طرف خليتيها تتزوج هذا الرجل، بس انت ايش مدريج هي انت ايش مدريج يعني تعلمين الغيب وما تعلمين الغيب، بما انه هو نفس العمل هذا اللي هو يعني توفيق اثنين بالزواج هو نفس العمل بثواب. هسا انت بالمستقبل شنو اللي يصير اي انت بالمستقبل شنو يصير انت خو مو مكلفه بالموضوع هذا، جاي احس بالذنب اقول لا بالعكس لك ثواب، بالعكس لك ثواب. انت شلج غرض بافعال الاخرين؟ ما لك غرض بافعال الاخرين، هو طلع مثلا لا يصلي لا كذا لا، انت ما لك ذنب وما لك علاقه بما يفعله الاخرون، انت اللي سويتي هو وفقتي اثنين للزواج وهذا به ثواب وثواب عظيم، ولربما الاثار مالته مو في نفس الزوج، لربما في الذريه يطلع واحد عالم، يطلع واحد يفيد البشرية، يطلع واحد مثلا رجل تقي مؤمن، انت تكونين السبب، فهذا أعظم. ليش تحسين بالذنب؟ بالعكس الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. نعم إن شاء الله نسألكم الدعم مولانا. نرجو الله الإجابة إن شاء الله يا مصطفى. أهلا وسهلا ومرحبا. من الناصرية أم عباس. تفضلي يا أم عباس. يا بعد قلب السيد سيد عندي سؤال. أي نعم تفضل. أنا بدرس للعمرة، هل علي حنطة خمس؟ عندك راس سنة خمسية يعني أموال تخمسيها؟ لا والله ما عندك. زين ذني الفلوس بس اعطينا مهلة يا أم عباس خلينا نجاوب. ذن الفلوس اللي دفعتيهن للحملة حتى تروحين للعمرة مخمسات؟ لا لازم تكون تخمسيه. آه. اي سواء اللي دفعتيهن مثلا لابو الحملة او اللي راح تاخذيهن وياك لهناك حتى في سبيل الصرفين مثلا صوغات ما صوغات غيرهن، ذني الاموال اللي تصرفيهن في سبيل ذهابك للعمرة لازم يكون ذن مخمسات، ما يصير مطلوبات خمس وانت ما تدرين. اه اي فشوفين مثلا ايش قد دفعتي؟ دفعت
ساعتين 15 ورقة يعني يد عليهم يد تفعلهم. هسا أنا بالنسبة لي الآن خو ما عندي آلة حاسبة حتى أحسب، وأنا ما عندي إمكانية للحساب. المهم بعد وأنا ما أعرف يعني على المليون قسميهن على خمسة، شوف إيش قد يطلعن مثلا. أول مرة مثلا تريدين تدفعيهن مثلا بالدولار أو بالعراقي، زين المبلغ كله قسميه على خمسة فيطلع الناتج هو هذا الخمس. بل خمسة يعني شنو خمسة تقسيم خمسة يعني 15 تقسيم خمسة هيك يسوي. ها 15 تقسيم خمسة اي إيه؟ شوف ايش قد يطلع هذا، حوالي يمكن ثلاثة فيعني ثلاث على ما اعتقد ثلاث ورقات يطلع هذا الخمس يعني مالتك. ثلاث ورقات خمس اي خمس هي. تريدين اي المهم انت من تقولين يابا هذا ثلاث ورقات هذا خمس عن ذمتي، هسه سواء ظلن امانه عندك او شلتيهن وطيتيهن مباشره للمرجع اللي تتقلديه او وكيل المرجع اللي انت تقلديه مثلا عندكم بالناصريه، سواء طيتيهن او خليتيهن امانه عندك هن ذني بعد اتي خمستي يعني طلعتي الخمس مالتك وتقدرين تروحين للعمرة وانت مخمسة فلوس العمرة مالتك. هذا وصلت الآن يا ام عباس؟ رحم الله والديك. والديك يا الله يخليك، اهلا وسهلا ومرحبا. بلي ام فاطمة من صلاح الدين، ام فاطمة من صلاح الدين تفضلي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا ومرحبا. تفضلي ام صلاح ام فاطمة. اسف سيدنا بلا زحمة عليك. نعم انا زوجي متزوج علي. اها بالي وادعي عليه. ليش؟ لان قهرني هو يقهرني حتى يعني تديت من وراه. إذا كان هذا رجلك يعني ما يصرف عليكم ومقصر عليكم مثلا يضربيك يهينك، نعم تقدرين أنت يعني من باب عرض المظلومية تقدرين تحكين عليه، بس إذا ذني كلهن ما عنده يعني لا يهينك ولا يضربك ويدفع لك فلوس وما مقصر عليك ما يجوز لك تحكين عليه. واضحة هاي أم فاطمة؟ اي ليش ترتكبين آثام؟ ماكو داعي ترتكبين إثم. تفضل يا أم فاطمة تكلم. عندي سؤال آخر. كيف أنا انقهرت يعني؟ اي هذا مو ما يخالف، حتى لو انقهرتي خو مو معناها انه انت تروحين ترتكبين آثام وترتكبين حرام في انه تحكين عليها. يعني حرام. كنت أسأل هذا صحيح؟ لا مو صحيح، مو صحيح هذا اللي تسويه انت في حق نفسك، مو صحيح، لان انت المفروض تبتعدين عن الحرام تبتعدين عن المعصيه. فانت حتى وان كان هو راح الزواج عليك خو مو انت معناها تروحين ترتكبين معصيه او ترتكبين اثم او حرام في انه تقولين والله انقهرت انا حكيت عليه يعني. بلي عندك سؤال آخر يا أم فاطمة؟ أي سيدنا ألف رحمة على موتاك. تفضلي الله يرحم والديك. بلي سيدة عندي بنتي عمرها 3 أشهر وراحت لك فدوة. أها توفت ويقلوا لي بلي يصير رحين تشوفيها. شلون؟ أرد أروح أزورها وهي بقبرها، يقلوا لي ما يصير. ليش ما يصير؟ جائز. ما أدري. لا يجوز زيارة القبور بشكل عام جائز، مو ما يصير. ليش ما يصير؟ هسه يعني صار لها 3 سنين اها وما دا يخلاني اشوفها، يعني انا اقدر اروح لها امها اي اروح اشوفها. اي شكو بها بالي، شكو بها روحي وماكو اي اشكال عليك، بالعكس زياره القبور تذكر الانسان بالاخره، بالعكس جائز زياره القبر جائز وما بها اي اشكال. نعم رحم الله والديك سيد. الله يرحم والديك، اهلا وسهلا ومرحبا بك. يعطيك العافيه ان شاء الله. الله يخليك. نعم ام حسن من بغداد. ام حسن
من بغداد. تفضلي يا أم حسن. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا سيدنا. سؤالي أنا عندي مبلغ من المال بالعراقي إذا فترة يعني أنا مخمسته خمس هو أي. بس بعد إذا فترة حولته إلى دولار في الأمريكي وهسه راح يصير عليه يعني تقريبا راح يصير سنة. أما أنا لازم هذا الدولار أخمسه؟ لا هذا ما دام أنت مخمسته المخمس لا يخمس حتى لو مثلا تحول إلى عملة أخرى هو نفس المبلغ مو نعم. تمام هو نفس المبلغ ما يتغير منه شيء. نعم. نعم إذا أكو زيادة فوق المبلغ العراقي هذه الزيادة هي اللي تتخمس. أضرب لك فد مثال. خلينا نقول المبلغ اللي عندك العراقي حولتيه إلى دولار وصار مثلا صار 10 أوراق أي. وهاي 10 أوراق ارتفع قيمتها ورجعتي للعراقي مرة ثانية فأكو زيادة راح تصير عن المبلغ الأول. هاي الزيادة هي اللي تتخمس مو نفس الرقم اللي خمستي سابقا. الزيادة اللي فوقها أي زيادة أي الزيادة تتخمس مدام أنت المبلغ نفسه هو أنت مخمسته هذا اللي مخمسته لا يخمس مرة أخرى. لكن إذا حدثت زيادة فوقها هاي الزيادة هي اللي تتخمس. بلي يعني هو هذا الدولار مستهدفة مصرف يعني أصرف بمكان ثاني. إيه بلي نعم ما أعتقد يعني إذا رجعت ما أعرف يعني إذا لو فرضنا مثلا إجت بس اسمحي لي يا أم حسن حتى فهمك. لو فرضنا أنت هذا المبلغ الآن بالدولار صرفتي وشفتي إذا كان نفس المبلغ العراقي اللي قبل نفسه خو ما عليه شيء لأنه ماكو زيادة. إذا أقل من عنده خو أيضا همت ماكو تخميس لأن هو بالأصل مخمس. أما إذا أكو زيادة هاي الزيادة هي اللي تتخمس بس. الله يخليك اهلا وسهلا ومرحبا بك يا ام حسن. بلي من ميسان الاخ مصطفى. مصطفى من ميسان تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل اخ مصطفى. تفضل. انا عندي جدتي. جدتك بلي تزوجت ومات رجلها. نعم لا بالزوجة جدي بلي فخلفت منا بنات خش بس هي ظلت بالجنسية أرملة يعني ما مغيرين الجنسية عافية. تقدر الثورات مال أرملة إذا كان مخالف لقوانين الدولة لا يجوز. نعم بلي بس هي تصرف يعني على بناتها حتى لو تصرف إذا كان مخالف لقوانين الـ الجهة المانحة للراتب في مخالفة القوانين غير جائزة. بلي يعني لا يجوز. لا يجوز. أهلا وسهلا ومرحبا. جاسم من بغداد. جاسم من بغداد تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل أخ جاسم. الله نعم شيخنا. تفضل أخ جاسم أنت الآن على الهواء مباشرة تفضلوا. شنو سؤالك شيخنا؟ في السؤال أحمد الله أرديك. نعم عندي صديقي ما أخذ عندي صديق ما اخذ فلوس باللاجئ. اي فقط تواصل وياي عبر الهاتف يا اخ جاسم. نفسي فقط عبر الهاتف. خليك وياي فقط عبر الهاتف. انقطع الاتصال. ابو مصطفى من كربلاء تفضل يا ابو مصطفى. نعم اخوي العزيز.
أبو مصطفى من كربلاء تفضلوا، أهلا وسهلا ومرحبا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا حبذا أبو مصطفى خلي اتصالك وياي عبر الهاتف فقط، واترك التلفزيون أو قلل صوته شوية حتى نقدر نتواصل وياك. رحم الله والديك. السؤال أبو مصطفى. نسمعك عن السؤال. أدي أنا عائلتي زوجتي. أبو مصطفى بس أنا ما أسمعك. أنت ما دام تسمعني بس أنا ما أسمعك، صوت التلفزيون عالي. فراني صوت التلفزيون حتى أقدر أسمعك. سيدنا عندي زوجتي عاقد، عاقد لها عقد. فما بإشكال هذا، وأنا عندي خير من الله جهال. شلون؟ شلون عيدة؟ عقد عقد عاقد لها عقد. عقد؟ ها بلي. يعني يعني عقد الرحم مثل ما يقولون. والله والدي. حتى في سبيل ما تحبل. إيه عافية عليك والله. اثنيناتكم أنتوا يعني متلائمين، يعني أنت وزوجتك موافقين على هذه المسألة؟ اثنيناتكم اقدمتوا عليها. والله بخير إن الله عندي جواز ستة واحد وثلاثة اثنيناتنا. الله يوفقكم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. هذا دائمي لو مؤقت؟ لا والله دائمي. دائمي، طبعًا هو دائمي. غير جاهز، بس ما دام أنت سألتني بعد ما سويت وخلصت. يعني فماكو إشكال إن شاء الله، ماكو إشكال. بلي. يعني لو كان من البداية سألني إنه مثلًا هذا العقد مثلًا يعني قبل لا أسوي العقد إنه يصير عقد مثلًا الرحم، كان جاوبنا قلنا لك ما يصير، ما يجوز. لأنه ما يخالف. الله يبارك بيك ويبارك بعيالك ويبارك إن شاء الله برزقك. الله يستر عليك وعلى هذا البرنامج وعلى العالم. الله يخليك. الله يرضى عليك. رحم الله والديك. ولكن إحنا كمسلمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تناكحوا تناسلوا حتى أباهي بكم الأمم. صح. تمام. فنلجأ بعد ذلك إلى عقد الرحم. يعني مخالفة على الأقل لرسول لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هسا أنت مدام أنت شغلة سويتها بعد، يعني خومو نرجع لورم ما ترهم. فقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه وانتهت المسألة إن شاء الله، ما عليك شيء إن شاء الله. الله يخليك. الله موفق يا أبو مصطفى. والديك أهلا وسهلا ومرحبا. من البصرة أم سعد. أم سعد من البصرة تفضلي. يا أم سعد تفضلي. يا أم سعد ألو. أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا أم سعد، تفضلي. أدي سؤال. نعم. أنا دخل السنين مع صدام حسين. بل أم سعد خليش وياي على الهاتف فقط واترك التلفزيون. سام تفضلي. اي ده كان ايام مع قدام حسين. طب حصار حصار بيش السنة حصار بعد قدام حسين لايام احنا والكويت التسعينات. نعم بالتسعينات يا ام سعد. اي بعد احنا من قدت بوشوان هم اللي جوعانين اكو فهم عندنا مال تمور. الصوت اي نعم. وهذا مملوك للدولة لو انسان شخص يعني عادي. ام سعد انقطع الاتصال مع ام سعد. علي من البصرة تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا ومرحبا، تفضل اخ علي خدمتكم، تفضلوا. سيدنا سؤال. نعم تفضل. حوالي داوم عنا هلي 65 كيلو. الداوم شنو؟ داوم شغل عنا هلي تقريبا 95 كيلو. 95؟ اي تقريبا 100. اي صراحة هل قصر ام كامل؟ كم يوم هاي تروح وتجي من بيتكم للعمل؟ ما نستمر بالشغل. يعني بالشهر كم يوم تروح؟ ما أدري. أخ علي بس خلي أفتهم من عندك. يعني بالشهر مرة تروح
مرتين، تظل هناك ترجع نفس اليوم؟ أجي لأهلي، أجي لأهلي. إيش قد تقضي هناك وترجع لأهلك؟ أرجع لأهلي، داوم الساعة 7، أرجع الساعة 3:30 لأهلي. هاي كل يوم؟ كل يوم. خلال شهر كل يوم؟ مو؟ داوم الصباح أرجع 3:30 العصر. بس قلل صوت التلفزيون حتى أقدر أتفاهم وياك. قلل صوت التلفزيون. أداوم الساعة 7 الصبح. أي. ترجع بالثلاثة العصر كل يوم. هذا الحكي رايح من أهلك للعمل وراد من العمل لأهلك. نعم. كل يوم. زين قد صار لك بهذا الشغل كم سنة؟ لا صار تقريبا 5 أيام. 5 أيام؟ إيه. ها يعني ما صار لك هواي هذا الحكي. إيه. 5 أيام. إذا كان هكذا فأنت الآن ما زلت أنت الآن يعني مو عنوانك كثير السفر. أيه. مو عنوانك كثير السفر بس بالطريق إذا صادفت الصلاة صلي قصر، ومن توصل لهناك هم صلي قصر. بس إذا استمر عملك هذا إلى 6 أشهر مثلا رايح جاي 6 أشهر يصير عنوانك كثير السفر. بس أنت الآن، أنت الآن ما زلت الآن مو عنوانك كثير السفر. انت سيد الان سيد مرة خفتك تفضل. ابو الان ابو العمل ما يقدر نصلي، احنا نظن استمرار يقول ما اريد تصلي وتحل علي الصلاة غادي ما اقدر صلي بالعمل ما يرضى. اي اكو وقت يعني تحل انت من تحل ساعة بثلاثة صلي. اصليها كاملة ارجع لأهلي؟ لا صلي هناك في مقر عملك يعني تقدر انت تصلي. ما يقبل ابو العمل ابو الشغل. ما يخالف ولا ما تخلص الشغل توضع وصلي. خلصان الشغل خو؟ خلصان الشغل صليها كاملة وغضب. لا الصلي الصلي قصر يعني ايه صلاة الرباعية مع الظهر صليها 2. ما صليتها مثلا اي بعد انا اصليها. اذا رجعت لهلك وبعد الوقت موجود صلي تمام. تمام. اي. أما إذا صارت المغرب رجعت لأهلك والدنيا مغرب فلما نعم. تقضيها تقضيها قصر. نعم. وضحت الآن؟ واضحة أخ علي؟ واضحة واضحة. موفق إن شاء الله. أهلا وسهلا ومرحبا بك. من الناصرية أبو عباس. أبو عباس من الناصرية تفضل. أبو عباس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا بك. تفضل أبو عباس. قلل صوت التلفزيون يا أبو عباس، قلل صوت التلفزيون حتى أقدر أنا أتفاهم وياك أسمعك وتسمعني عبر الهاتف. خلي اتصالك. نعم. من مكان من ما ناحية إلى ناحية مشوق مشواق مخضر تقريبا 25,000 نزلت كل بيت اسمه الله يحفظك الله. لقيت وين المشواج؟ مشواج غير مشواجي. اها. هاي الحالة ظليت يومين انا وافقت الجو حار اكلنا المشواج. بلي اي. ظليت اسال انا قالوا تسال بالجراج، سالت بالجراج مرة مرتين ما حصلت السبب ولا اعرف الشخص صاحب المشواج. ولا وصلت له على اثر ابدا. أبد نهائيا. خب. المعممين. إيش قد هذا المبلغ مال هذا المسواق اللي أكلته؟ أنا اللي أعرفني تقريبا 8000 دينار عراقي، بس أنا قلت مني ومن كيفي خلنا حسب أنه 10,000 دينار. خب جميل جدا. تقدر أنت تصدق؟ أنا مولاي هم. نعم مولاي. تقدر تصدق أنت بهذا المبلغ نيابة عن صاحب هذا المخضر؟ حتى لو على نفسك، حتى لو على نفسك. اي يعني انت مثلا اي يصير تقول هاي 10,000 صدقة نيابة عن صاحب المخضر وانت فقير انت تاخذها لك. انا ما انا امكانيات محدودة عند راس المال الرعاية فقط لا غير املي. اي اخذها لك بعد انت هاي بعد ما وصلت الى صاحبه شو تسوي؟ اخذ الصدقة هاي لك. بل قالوا لمدة سنة ما أدري شلون. لا 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 هذا مدة سنة التعريف بالأشياء اللي تبقى سنة
هذا المخضر يبقى سنة؟ ما يبقى سنة. صوت التلفزيون عالي يا أبو عباس، فما أقدر نتفاهم وياك هيك أبو عباس، ما نقدر نسمعك هيك بهالصورة هذه. بلي ما بقى وقت عندنا لنتلقى بالمشاهدين أسئلة المشاهدين الكرام، ولكن نوعا ما احنا ننصح المشاهدين الكرام اللي يتصلون على البرنامج، برنامج سجليات فقهية، صوت التلفزيون العالي ما يخلي الاتصال مؤمن بيني مثلا وبين المشاهد اللي يريد يسأل. فاللي يريد يسأل ويتصل على البرنامج على القناة لابد أنه يقلل صوت التلفزيون أو يبتعد عنه، حتى في سبيل نقدر احنا نسمع من عند الجواب، نسمع من عند السؤال، يفهم هو ويسمع من عندنا الجواب وهكذا. ان شاء الله نلتقيكم يوم الاربعاء القادم بنفس هذا التوقيت، الى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا سبحانك يا لا إله